الاهلي بمن حضر، الاهلي وهو غايب عنه 9 لعيبة اساسيين وبيلعب بالبدلة بيفوز وبيعمل اللي عليه وبيكسب بالكلين شيت كمان وبيكسب مكسب تجاري كده. شوط اول كان من اسوأ الاشواط اللي شفتها للاهلي من 20-25 ماتش تقريبا، من يعني من ماتش صن داونز تقريبا ما شفت الشوط بالوحاشة دي. لكن الشوط التاني الاهلي احسن بكتير، الاهلي بينهي باللي هو عايزه يا باشا، انا عايز امن المباراة دي، عايز اريح لعيبتي، ريحتها، عايز امن المباراة دي، عايز اكسب الماتش، كسبت وعملت الكلين شيت وما حدش اتصاب، رضا قوي كده يا باشا، هو ده اللي انا عايزه، عملته الحمد لله. هنتكلم في تفاصيل المباراة، هنتكلم في حاجات كتير، في لعيبة كانت غايبة بقالها كتير ظهرت وشفناها النهاردة، في موضوع حراسة المرمى اللي ما كانش موجود فيه غير مصطفى شوبير، في حاجات كتير قوي هنتكلم عليها. لكن قبل اي حاجة قول لي دلوقتي في الكومنتات شايف مين افضل لاعب في مباراة النادي الاهلي وطلائع الجيش، مين يستحق نجم المباراة، استلمها محمد مجدي قفشة قدامي حالا اهو، لكن قولوا لي رايكم، شايفين مين افضل لاعب في الماتش ومين أسوأ، مين اللعيبة اللي انت شايف ان اللاعب ده ما ينفعش يقعد في النادي الاهلي، اللاعب ده اقل بكتير من النادي الاهلي كده. طمنونا على اللعيبة، الناس بتقولي الصوت، الناس بتقولي الصوت، مفيش صوت، مفيش صوت، الصوت تمام يا جماعة، كذا حد بيقول مفيش صوت، طمنونا على الصوت الاول كده، عايز اشوف كومنتات تقولي ان الصوت تمام عشان نكمل كلام. الصوت ايه يا رجالة، اتكلم عن صافي وهنتكلم، حاضر. انت شايف قفشة نجم، انا شايف قفشة نجم المباراة، ماشي قولوا لنا بس الصوت، عايز اشوف حد يطمني على الصوت بالله عليكم. نور يا كابتن حبيبي، الصوت تمام تمام. فالاهلي بيفوز فوز تجاري زي ما بقولك، عملت فيه كل اللي انت عايزه بالراحة وبهدوء، مباراة في الدوري انت ماشي، دوري لا هزيمة باذن الله، دوري لا هزيمة دلوقتي بيطبخ على نار عالية قوي، قربنا خلاص كده، انت بتتكلم في 34 ماتش لاعبين 22، يعني فاضل لنا 12 مباراة، وحتى الان الاهلي لم يهزم ولا هزيمة للنادي الاهلي لحد دلوقتي، ان شاء الله تكمل على خير عشان يبقى دوري مميز قوي انك ما تخسرش فيه خالص. الاهلي لعب 22 مباراة لحد دلوقتي، كسب منهم 17 وتعادل في 5 ماتشات ولم يهزم، اللهم لا حسد، مركز اول طبعا، واقوى خط هجوم واقوى خط دفاع وكلين شيتات اكتر فريق وكل حاجة النادي الاهلي يا باشا، ناقص لنا بس هداف الدوري، عايزين نخطفها كده، معرفش هدافين الدوري ايه نظامهم دلوقتي، بس شريف عندنا جايب 9 تقريبا، هو هداف النادي الاهلي في الدوري. مركز تاني موجود عندك بيراميدز من 27 مباراة، زايد عننا بخمسة، 5 ماتشات زيادة البيراميدز، معاهم 55 نقطة، الاهلي دلوقتي كام، الاهلي دلوقتي بقى 56 ولا زاد، لا المفروض زدنا تقريبا، لسه ما اتعملش كده التحديث، المفروض بقينا 59، الاهلي 59 بيراميدز 55، فرق 4 نقاط وهم سابقنا بخمس ماتشات يا بيه، 5 ماتشات دول يعني 15 نقطة مع الأربعة اللي احنا فارقين بيها، نفرق ب 19 نقطة عن المركز الثاني، الدوري حسم من وجهة نظري، الدوري خلص كده، لايكات كتير يا رجالة واحنا شغالين، اللي قاعد بيتفرج معانا 1000 واحد اهو لايكات، عايز ال 1000 واحد يعملوا لايكات على الفيديو، شير على قد ما تقدر كده، شير الفيديو عندك وروق عليا وابعته على صفحات النادي الأهلي وجروبات النادي الأهلي كده، وقول لي في الكومنتات مين الأفضل ومين الأسوأ وهقول لك من وجهة نظرا. مركز ثالث طبعا فيوتشر، 28 مباراة 54 نقطة، صراع قوي جدا بين فيوتشر وبيراميدز، مين يطلع مركز تاني، مين يلعب دوري أبطال ومين يروح على الكونفدرالية مع الزمالك بنسبة كبيرة. الزمالك في المركز الرابع يسعى ويطمح ان هو يكون مركز تاني عشان يلعب دوري أبطال، مع ان انا شايف ان الموضوع مستحيل. ليه مستحيل هقول لك، الزمالك دلوقتي 28 مباراة معاه 47 نقطة، زيه زي فيوتشر اللي فوقيه 28 مباراة برضو بس 54 نقطة، فرق كام نقطة بقى؟ فرق 7 نقاط، كتير قوي يا زمالك، كتير قوي الفرق بينك وبين المركز الثالث. عايز اقول لك ان المركز الثاني كمان انت فرق بينك وبينه 8 نقاط وفاضل لهم ماتش بيراميدز، لو كسبوه يبقى فرق 11 نقطة، فالموضوع صعب جدا، خصوصا ان اللي فاضل للزمالك اصلا قد ايه، 6 ماتشات بس، فالموضوع صعب جدا 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 من وجهه نظري ان الزمالك يطلع مركز تاني، الموضوع مستحيل، انت عايز تعدي فريقين مش فريق واحد، الزمالك ممكن يكسب الست ماتشات اللي فاضلين له ويفضل برضه مركز رابع، الزمالك ممكن ينزل كمان للمركز الخامس اكتر من انه يطلع مركز تاني، لانه وراه على طول جاي المقاولين معاه 41 نقطه، بعيد شويه لكن الاتحاد اللي فيه خطوره منه اللي هو مركز سابع دلوقتي بس معاه 40 نقطه ولعب 27 مباراه، فاضل له عن الزمالك مباراه، لو كسب
يكسبها يبقى 43، يبقى فرق بينه وبين الزمالك 4 نقاط، وارد ان هي تحصل الله اعلم. قولوا لي كده من وجهه نظركم مين هيلعب دوري ابطال السنه دي ومين هيلعب كونفدراليه. طبعا الاهلي اتضمن في دوري الابطال، مين معانا؟ هل بيراميدز يلعب دوري ابطال لاول مره في تاريخه، ولا فيوتشر برضو لاول مره في تاريخه يلعب دوري ابطال مع النادي الاهلي، ومين هيروحوا للكونفدراليه؟ ده بالنسبه لجدول الدوري. خلينا نتكلم الاول بقى عن تشكيل النادي الاهلي وعن يا باشا الراحه. شوف كام لاعب رايح النهارده، شوف مارسيل كولر بيعمل ايه، شوف كولر اللي لازم نقول له شابوه، لازم نقول له انت 10 من 10 يا كولر، انت نجم المباراه الاول ونجم الموسم الاول. كولر اللي خد الكاس وخد السوبر وطلع رابع كاس عالم للانديه وواصل نهائي دوري ابطال افريقيا في الدوري متصدر ومخلص الدوري. بص بيعمل ايه النهارده. النهارده في اصابات، عندك غيابات في حراسه المرمى، مصطفى شوبير موجود لوحده، لو كان مصطفى شوبير حصل له اي حاجه ربط دماغه طبعا ودماغه اتفتحت، اللي هو لو كان خرج النهارده نلعب بمين يا جدعان؟ طب يعني كهربا مثلا ولا شريف يروح يلبس الجوانتي ويقف جول، ولا كان ايه اللي هيحصل؟ كان طبعا في حارس صغير في السن كان موجود بره على الدكه، كان ممكن جدا تشوفه النهارده في المباراه. هو ما كانش يتخيل، مصطفى مخلوف اسمه، مصطفى مخلوف لعيب 2005 تقريبا، ما كانش يتخيل انه يدخل السكور شيت. تخيل كان هيلاقي نفسه اساسي وبيلعب في مباراه رسميه مع النادي الاهلي، كان هيبقى حلم بالنسبه له. طبعا لعيب صغير في السن. مصطفى الشوبير بدا النهارده في حراسه المرمى، الشناوي مش موجود، باكي مين النهارده؟ هاني مريح، بيلعب خالد عبد الفتاح ناحيه الشمال، معلول اخيرا بيريح وبيلعب محمد اشرف ناحيه الشمال، متولي وياسر ومريح محمد عبد المنعم، في النص ديانج والسوليه ومحمد مجدي قفشه، ومريح مروان ومريح حمدي فتحي، على اليمين قندوسي، على الشمال عبد القادر ومريح الشحات ومريح بيرسيتاو، وقدام محمد شريف ومريح كهربا. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي يا اهلي؟ ايه البسبوسه والحلويات دي في انك تريح الصف الاساسي بتاعك كله تلعب بالفريق البديل؟ اه الاداء في الشوط الاول كان سيء جدا، بقول لك مفيش اي حاجه مميزه. شوط اول هم سددوا تسديدتين في بدايه المباراه، واحده في الدقيقه 3 وواحده في الدقيقه 4، كانت غلطه من شوبير وقعت الكره من ايديه. بعد كده مفيش، طلاع الجيش مش موجود مع انه بينافس على الهبوط، محتاج يكسب. التعادل حتى ما كانش يعمل له حاجه، طلاع الجيش بيقترب بشكل كبير جدا من شبح الهبوط، خلاص الموضوع بقى صعب جدا. لحد الدقيقه 43 مفيش اي حاجه في المباراه، لحد ما تيجي الدقيقه 43 والحدث الاهم في الشوط الاول، الانذارين اللي اداهم البنا لعيبه النادي الاهلي. انت بتعمل ايه يا بنا؟ يعني انا عايز افهم انت بتعمل ايه في الكوره دي. الكوره رمي التماس لطلاع الجيش، طلعها خالد عبد الفتاح بره، الكوره سهله جدا ما فيهاش حاجه. هم عايزين يلعبوها بسرعه عشان يلعبوا المرتده، عادي يا باشا حقك العب بسرعه واعمل المرتده. قندوسي كان بيجيب لهم الكوره، لقاهم بيلعبوا بكره ثانيه والكوره يعني اتلعبت خلاص، اللعب اشتغل، فرمى الكوره بسرعه ورايح يضغط، طبيعي انه يعمل كده. الكوره دخلت الملعب، هل هو قاصد؟ عيد الكوره اكتر من مره واتفرج عليها وقول لي رايك. هل هو قاصد يرمي الكوره في الملعب؟ لا مش قاصد. يبقى هنا يعاقب خالد يعاقب قندوسي؟ لا طبعا ما يعاقبش. طيب الكوره نزلت الملعب، الطبيعي الحكم يعمل ايه؟ وقف اللعب، لان الكورتين في اطار اللعب. وقف اللعب يا باشا وطلع الكوره بره واعمل اسكات واديهم الكوره. قال لك لا مشى اللعب عشان الهجمه المرتده، مشيت الكوره والكوره اترفعت وكانت خطيره على الاهلي، طلعها على الاهلي، رايحين بالهجمه المرتده احنا، راح لاعب طلاع الجيش مش هيلحق يرجع في الكوره، راح عامل ايه؟ راح شايط الكوره الثانيه في اتجاه اللعب عشان يوقف اللعب اجباري. حصل ايه؟ الحكم اضطر ان هو يوقف اللعب مع ان قفشه طلع الكوره بره، وقف الحكم اللعب. طب ليه ما وقفتهاش في الكوره اللي فاتت؟ طب ما كان في كورتين في الملعب في هجمه طلاع الجيش، ما وقفتش اللعب ليه؟ ما وقفش اللعب، وقفها في مرتده النادي الاهلي. ماشي يا سيدي، وقفت الكوره، راح رايح يعمل ايه؟ يدي انذار لعمرو السوليه. ماله عمرو السوليه بالموضوع؟ يعني اللي نزل الكوره الملعب اصلا قندوسي، لو مثلا انت معتبر ان هو كان بيعطل اللعب، ادى انذار للسوليه. هل عشان السوليه اعترض؟ وارد، بس اعتراض عمرو السوليه بالعين المجرده كده انا ما سمعتش قال ايه، اصله لو تلفظ لفظ عيب هيطرد على طول، فهو اكيد ما تلفظش. طيب يبقى ايه اعترض؟ اعتراضه ما يستدعيش خالص انه ياخد انذار، اعتراضه كلام عادي جدا ما عملش اي حاجه مبالغ فيها، اداله انذار. جه احمد عبد القادر سخنان وكمان راح مديله انذار وكمان. انت بتعمل ايه يا بنا؟ انت بتفرض عضلاتك على لعيبه النادي الاهلي؟ غريب جدا بصراحه، انذارين لعيبه النادي الاهلي ما لهمش اي معنى بالنسبه لي، ضايقوني جدا في الكوره دي. بيخلص الشوط الاول، بيبدا الشوط الثاني، مفيش اي تغييرات. في اول دقيقه من الشوط الثاني محمد مجدي قفشه بيحط صاروخيه يجيب منها الهدف الاول ينهي بيه المباراه، الهدف الاهم طبعا في الماتش اللي عشانه خد نجم المباراه طبعا. هدف غلطات كبيره جدا من خط دفاعه ومن حارس مرمى طلع الجيش اللي بص الكره غلط جت للنادي الاهلي، خدها قفشه طول عليها قوي، مفيش حد يقابله، يعني الدفاع ما عملش بلوك معاه، طول قوي، لف وعدل على يمينه وقال انا هشوط، وراح شايط والكره لبست في وش رجليه وراحت حلو قوي، خدت حته من المقص وهي رايحه كده، وهدف جميل جدا لمحمد مجدي قفشه، بيفكرنا كده بذكرى
ذكريات القضية يوم الجمعة، والنهاردة ذكرى القضية الأسبوع رقم 130,000. مبروك مبروك يا أخواتي، كده كله يبارك لبعض بخصوص القضية 130 النهاردة. مين كان عارف الأسبوع الكام؟ اللي كان عارف يقول لي في الكومنتات أنا عارف إن الأسبوع 130. لا خير فينا إن نسينا، القضية ما تتنسيش أبدا مهما مر عليها الزمن. فطبعا سجلنا هدف، الهدف برضو من محمد مجدي قفشة في ذكرى القضية زي ما بنقول. بعد كده في الدقيقة 57 انفراد لمحارب اللي كان متعصب جدا، طلع عليه شوبير خبطه برجليه في وشه، والحكم بيديله انذار، انذار وجوبي وممكن اكتر كمان لانه عوره في دماغه واتفتح دماغه كده واتربطت. لو كان خرج طبعا كان هينزل مخلوف زي ما بقول لكم، لعيب 2005، لعيب صغير في السن، ما كانش يحلم انه يقعد على الدكه ويخش السكور شيت لمباراه رسميه للنادي الاهلي، كان ممكن ينزل كمان النهارده. ففي الدقيقة 57 لكن شوبير اسد بيقوم وموجود ومفيش اي مشكلة، ربنا يا رب يرجعه ان شاء الله، يرجع كل الحراس بالسلامة ويكون مفيهوش حاجة. شوبير كمل المباراة الحمد لله وطمننا عليه. بعد كده في الدقيقة 69 تغيير، بينزل طاهر، بيخرج قندوسي، بيخرج قندوسي اللي كان متوسط في المباراة وبينزل طاهر السيء جدا من وجهة نظري. في الدقيقة 80 تغييرات، بص اللي انا كاتبه كله تغييرات، مفيش اي حاجة لحد اخر 10 دقايق اللي الاهلي سخن فيهم شوية. بينزل ياسر، بيخرج ياسر وبينزل ربيعة، بيخرج شريف وينزل كهربا، بينزل كوكا ويخرج ديانج. تغييرات مركز بمركز، بيريح بعض اللعيبه، يريح اللعيبه الاساسيه بتاعته ياسر كهربا ديانج، ينزل لعيبه ثانيه مفيش اي مشكله، بيعمل تدوير كده. بعد كده في الدقيقه 85 دن دا 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 بينزل مين بقى؟ برونو سافيو. الحمد لله على السلامه يا راجل، انت فين يا جدع وحشتنا. بينزل برونو سافيو اللي غايب بقاله كتير، نسينا شكلك يا جدع، نسينا شكلك كده يا برونو. بيرجع برونو في الدقيقه 85 عشان ينزل النهارده ويخرج احمد عبد القادر، ما لحقش طبعا يعمل حاجه، نزل 5 دقايق. في الدقيقة 87 كرة على طول بتيجي للنادي الاهلي، هدف 100% بيضيعها قفشة بطريقة غريبة، طاهر بيرقص ويدي كرة لقفشة انفراد كامل، يا اخي شوط على الطاير وهي جاية لك، بيستلمها يطول قوي ويشوط الكرة سيئة جدا في النص كده، حارس المرمى يصدها، تترد يلعب كهربا على طول تيجي في القائم، بعد كده تيجي في ايد لاعب طالع الجيش وعامل كده، اللاعب عامل كده حرفيا، اللي هو يعني انا مش فاهم كان بيعترض على ايه، لاعب ايديه وضعه التشريحي كده، ايديه ملهاش اي علاقه بان هي جنب جسمه، لا زيد على كده كمان الكره داخله الجول، الكره داخله الجول بيشيلها من على الخط. طبعا ضربه جزاء وكارت احمر اول ما الحكم ما حسبهاش، وشفتها في الاعاده قلت قسما بالله كارت احمر وضربه جزاء، كنت متاكد ما يقدرش يعمل غير كده. راح الفار بص في الفيديو مفيش دقيقه طبعا رجع على ضربه جزاء وكارت احمر على طول، فش هزار عشان يدخل عمرو السليه ويسجل هدف ابو ليلى، الهدف الثاني. المباراه خلصت رسميا بفوز النادي الاهلي. بعد كده في الدقيقه 96 بتيجي كره للسليه والجول فاضي فاضي حرفيا، بيقلش فيها وتخرج بره، فداك يا سليه مفيش مشكله، وتنتهي المباراه بفوز النادي الاهلي 2-0، فوز تجاري زي ما بقول لك، عملنا كل اللي احنا عايزينه، ريحت لعيبتي، خدت الثلاثه بونت المهمين جدا، ما خسرتش لان ده دوري، دوري لا هزيمه، ما كانش عندي مشكله. تخيل لو اتعادلنا النهارده، يعني لو الاهلي اتعادل طبعا بعوز الاهلي يفوز طول الوقت، لكن لو كان الاهلي اتعادل النهارده ما كانتش مشكله بالنسبه لي. فالحمد لله اهم حاجه اني ما كنتش اخسر، مش عايز الاهلي يخسر ابدا، لانه ان شاء الله دوري لا هزيمه زي ما بقول لكم. فالحمد لله بنكسب كمان وناخد 3 بونت ونقرب اكتر واكتر كده ان احنا نفنش الدوري باذن الله. قولوا لي في الكومنتات كده بسرعه رايكم مين نجم المباراه، هاخد كده اول 5-6 كومنتات يقولوا لي مين نجم المباراه ومين الأسوأ، يعني عايز كده اشوف اراء الناس النهارده، مين نجم المباراه ومين اكتر لاعب شايف ان هو ما ينفعش للنادي الاهلي. نبص على الكومنتات بسرعه كده، فاضل سيراميكا قبل النهائي، اه الماتش الجاي سيراميكا كليوباترا باذن الله برضو عايزين فيه فوز زي بتاع النهارده ده، بعد كده نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد المغربي. افضل لاعب عبد الرحمن شادي بيقول لي السليه، السليه كان يعني كويس النهارده السليه، انا شايف النهارده لعيبه النادي الاهلي مفيش حد يتقال عليه الافضل، يعني هقول الافضل في المباراه، لكن مين احسن واحد النهارده مفيش حد اداني المستوى اللي انا منتظره منه. نجم المباراة قفشة كان كويس، جاب الجول طبعا فممكن جدا ياخد نجم المباراة ده اكيد. علي ايمن ماشي، نجم المباراة زويلو ماشي يا عم. برونو لو كان خد فرصة كان هيعمل ايه؟ انا شايف ان برونو سافيو لاعب اقل من امكانيات النادي الاهلي، ولعيب مقلب كده من الاخر، صفقة ضعيفة جدا، فخد فرصة او ما خدش فرصة انا شايف ان هو يمشي كده كده في الانتقالات الجاية ايا كان مستواه اقل بكتير. طاهر وقفشة، سوليا عمل اسيست وجول، حصل تمام، قفشه هايل والله، حسام مندور، كل الناس بتقول قفشه افضل لاعب، قفشه، يوسف وليد، شوبير طبعا، يوسف احمد، شوبير طبعا اتصاب ولعب وهو مصاب، ربنا ان شاء الله يشفيه كده وتكون حاجه بسيطه. طبعا شوبير واحد من نجوم المباراه برده، بس ما جاش عليه كرات كتير فما تقدرش تقول ان هو نجم الماتش. يعني مين اللي بعت النجوم دي؟ مصطفى صابر حبيبي، يا عم مصطفى حبيبي يا درش، تسلم يا درش حبيبي، نور الدنيا عالمي. طاهر وحش،
مصطفى شوبير عشان الثقة. مصطفى شوبير فعلا واحد من اللعيبة اللي كانت كويسة النهاردة. كنت عايز ايمن يلعب. ايمن اشرف مستبعد خالص، المدرب مش شايفه خالص ومش عايزه. هو دايما كده يا جماعه، كل مدرب بيبقى ليه ناس وبيبقى ليه ناس ما بيبقاش عايزه. افتكر معايا كده مثلا بيتسو موسيماني بعد كهربا عن الصوره تماما، ما كناش بنشوف كهربا خالص، هو ما كانش بيحبه. افتكر ايام مانويل جوزيه كان في لعيبه ما كانش بيحبها. لو تفتكر كده امير سعيود ما كملش في النادي الاهلي، حسين ياسر المحمدي وكانت لعيبه جامده برده. فكل مدرب بيبقى ليه لعيبه كده هو ما بيفضلهاش وبيبعدها خالص عن الصوره. فهو مارسيل كولر ما بيحبش ايمن اشرف، ولو رجع ايمن اشرف هتلاقي لاعب تاني بيختفي، فهتقول ده فين. دايما احنا عنينا بتبص على اللي بره ونقول اللعيبه دي فين. حبيبي يا مصطفى يا صابر، حبيبي يا باشا، منور الدنيا عالمي حبيبي. كده خلصنا كل اللي عندنا، اتكلمنا عن تفاصيل المباراه، ثلاث نقط مهمين جدا للاهلي. استنين الماتش الجاي امام سيراميكا باذن الله ثلاث نقط زيهم. بعد كده نهائي افريقيا، المباراه الاهم في الموسم بالنسبه للنادي الاهلي، لازم نفنش من هنا. هنتكلم عنها طبعا بكل التفاصيل بس في وقتها. ما تنساش اشتراك على اليوتيوب، فعل الجرس اليوتيوب زي ما مكتوب هنا بالظبط الكره مع عبد ناصر، واعمل فولو كده لصفحه الفيس عشان يجي لك كل جديد. كل المنصات هتلاقيني موجود بنفس الاسم الكره مع عبد ناصر زي ما مكتوبه قدامك. سلام.